Dewan Hakim yang kami muliakan, Hafiz dengan nomor peserta Haki 112 akan membacakan surah Al-An'am ayat 111 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا الثاني اقرأ من قوله تعالى لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على فنردها على أدبارها أو نلعنها
لعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم.